بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم انبياء الله ورسله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذا اللقاء الثاني بالنسبة لي أتحدث فيه إليكم، اختار الإخوة الكرام المنظمون لهذا الملتقى ولهذا الاجتماع ولهذا الاحتفال الكبير لمسلمي الولايات المتحدة، حيث تلتقي الأرواح وتلتقي الأجساد وتلتقي القلوب، ويحصل التعارف والتآلف والتواد والتنسيق وزيادة الإيمان والتواصل بفضل الله تعالى وبعمل الخير. فهذا الاجتماع حقيقة السنوي بالنسبة لكم فرصة كبيرة جدا، ودافع يعطي شحنة وطاقة كبيرة جدا لكل واحد منكم للعام الذي يليه فيما أظن. من باب أيضا التحفيز ورفع الهمم والترغيب في أن يكون الإنسان فعالا، في أن يكون الإنسان معطاءا، في أن يكون الإنسان إيجابيا مبادرا، اختاروا لنا عنوان هذا اللقاء من بيت الإمام الشافعي، وإن نسب إلى غيره أيضا، الذي قال فيه من طلب العلا سهر الليالي. لا بد من الكد والتعب والنصب والبذل والتضحية، الأمور لا تأتي بالهين، ومن أرادها بالهين لن تحصل له. قد تحصل لبعض الناس بشكل أو بآخر في ظروف استثنائية، ولكن في المعتاد وفي الطبيعي وفي الظرف الذي نعرفه جميعا أنه ينبغي أن يصل لمن يريد أن يصل إلى قمة من القمم، إلى رتبة من المراتب، إلى منزلة من المنازل، لا بد أن يتعب، لا بد أن يكدح. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في الآية الكريمة أن حياة الإنسان كبد، وأن حياة الإنسان كدح، وقد ورد ذلك في آيتين كريمتين في جزء عمة الذي يصح أن نسميه جزء علو الهمة وجزء نهضة الأمة والارتقاء بها ورفعتها. يا أيها الإنسان إنك كادح. وفي الآية الأخرى لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد في حياة الإنسان من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة كلها كبد، عملية الولادة نفسها كبد، وما يرافقها بالنسبة للمولود من خروج من ضيق إلى واسع وتعرف على هذه الدنيا. والطفل الصغير كما أعلم وتعلمون عندما يولد ينبغي أن يصيح، فإن لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه ضربوه حتى يصيح. بداية حياته صياح وآخرها صياح، إما من نفسه أو من حوله. هكذا هي الحياة، كبد، تعب، مشقة، نصب. ولكن هذه الصورة ليست هي الجانب الوحيد من الحياة الدنيا، فثمة جانب آخر يبنى على هذا الجانب. أنت تكدح وتتعب وتنصب وتبذل لكي تصل، لكي ترتقي، لكي ترتفع، لكي تحقق آمالك وطموحاتك في الحياة. خاصة نحن معاشر المسلمين الذين نعيش في هذه الحياة الدنيا من أجل هدف ومن أجل غاية، لنا غاية في حياتنا، وهي غاية نبيلة عظيمة شريفة، قدرها ومقامها ومنزلتها كلنا يعرفه، وكلنا يجب أن يسعى إليه. من كان يسعى فليستمر، ومن لم يكن يسعى فليسر في هذا الطريق وليسعى إلى المعالي، إلى القمم، إلى العلياء، إلى حيث ينبغي أن تكون أمة الإسلام، إلى حيث قال الله عز وجل لنا في وصفنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا هو المكان اللائق بنا الذي ينبغي أن نكون فيه، وأن نجتهد أن نصل إليه أفرادا وجماعات في هذا الزمان وفي أي زمان كان، في هذه البلاد وفي أي بلاد كن. ولذلك بمعنى قول الإمام الشافعي قال عدد من أصحاب الحكم والشعر والنثر عبارات مماثلة،
ولكني قبل أن أذكر بعضها أذكر آية كريمة من الآيات التي كلما قرأها الإنسان تأمل في حاله وفي طبيعته. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. أمس الدكتور سليمان إيش الكلمة اللي قلت لهم تفسير تذكر؟ فرطة، وكان أمره فرطة، لا تحتاج إلى تفسير. وهذه اثاقلتم لا تحتاج إلى تفسير، اثاقلتم بالإدغام بالشدة التي فيها، التي أنا كل واحد فينا لما يقرأ هذه الآية يتمثل هذا المشهد، التثاقل، الهبوط، الانسلاخ من الطين، التعلق بالطين وبالأرض. وكلنا يعلم أن الإنسان مكون، نفس الإنسان مكون من روح وجسد، الروح تسمو به إلى الأعالي والجسد ينزل به إلى الأسافل، ثم هو بعد ذلك أي هذين الاتجاهين هو الذي ينتصر. هذه الآية اثاقلتم إلى الأرض حافز كبير وعظيم لكل واحد في الجهاد في سبيل الله وفي طلب العلم وفي عبادة الله وفي طاعته وفي إقامة المجتمع المسلم. كان في واحد من الصحابة الكرام كان قد بلغ عمره حوالي 100 سنة أراد أن يخرج إلى الجهاد، فقال له بعض من حوله: يا رجل بلغت من العمر الكثير وبالكاد تستقر على الدابة، لقد أعذرك الله. قال: لا، إني قرأت هذه الآية، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. قال: كيف اتثاقل؟ أستطيع أن أركب على الفرس، وإن لم أركب بنفسي فأركبوني حتى يجاهد في سبيل الله. نحن عندما نرى هذه الصورة أو هذا المشهد أو هذا الشخص أو نسمع مثل هذه القصة، كم وكم ترتفع معنوياتنا. يعني دائما يقول العلماء أن ربنا كما أخبرنا عن قصص السابقين وقصص الأنبياء هدفها رفع الهمم والارتقاء بها. مثلا أحد الشعراء يقول: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يرضى لنفسه أن يركب الأسنة وأن يتأذى، قد تصيبه الجراح، قد تعرض له الآفات، ولكنه يأبى أن يبقى جالسا في مكانه، يأبى أن يتقهقر أو أن يتراجع أو أن يتخاذل. لابد من الوصول إلى الأعالي حتى لو كان على متن الأسنة. وقال شاعر آخر: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. والمعيشة بين الحفر لا تليق بنا، لا تليق بنا كبشر، ولا تليق بنا مسلمين. المسلم صاحب رسالة وصاحب هدف في هذه الحياة الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى لما حدثنا عن الآخرين من غير المسلمين الذين يعيشون بلا هدف بلا هوية بلا رسالة في هذه الحياة الدنيا قال لنا: إن هم إلا كالأنعام، ثم قال: بل هم أضل. وقد يتساءل أحدنا لماذا جاءت الآية بهذا الأسلوب ولم تأتي مباشرة: هم أضل من الأنعام. كان ممكن أن تكون الآية هكذا: هم أضل من الأنعام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ارتقى بنا في الإخبار، يسمى هذا الترقي في الخبر. أولا أخبرنا بخبر صعب تصديقه، صعب تصديقه، إن هم إلا كالأنعام. يعني الآن أي واحد يقال له: هذا الإنسان يماثل هذه البهيمة، الإنسان مثل هذه البهيمة، يعني هذه المعادلة كثير من الناس ممكن يستصعبها يستثمنها، لا، كيف هذا صاحب عقل وصاحب منطق وصاحب إرادة وصاحب أمان، ممكن يخطر في باله أشياء. فإذا اقتنع بالمسلمة الأولى انتقل معه إلى التي هي أشد منها، فقال له: بل هم أضل. ليسوا كالأنعام فقط، ليه؟ لأن الأنعام ليست مكلفة، ليست مأمورة بشيء، ليست صاحبة إرادة، ليست صاحبة عقل، بالتالي الأنعام معذورة في عدم قيامها بأشياء. أما الإنسان فلا يعذر، صاحب عقل، صاحب منطق، صاحب تفكير. الآن الشدائد التي تعرض للإنسان في حياته وهو في طريقه، وأنا أقول يعني العلا والقمم هي غاية أهل الهمم، وأهل الهمم في الدنيا كثيرون كثيرون، ولكن من يصل منهم إلى القمة قليلون. ومن قديم الناس أعطونا معادلة الهرم، رسموا لنا صورة هرم على الجدار وقالوا لنا: كلكم تلاحظون أن قاعدة الهرم واسعة،
تتسع لتتمدى مليون، وكلما أردنا أن نصعد كلما ضاقت المساحة، وبالتالي من يصل إلى قمة الهرم من المليون واحد، واحد فقط. من هذا الواحد؟ كلنا يسعى إلى أن يكون هذا الواحد، ولكن قد وقت قد أكون وقد لا أكون. ماذا علي أن أفعل؟ علي أن أجتهد، علي أن أبذل، علي أن أعمل. إن وصلت فبها، إن لم أصل فحسبي أني اجتهدت وحاولت. الشدائد التي تحصل لنا في هذا الطريق إلى القمة أنا قسمتها عدة تقسيمات، منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، ومنها ما هو اختياري، ومنها ما هو إجباري. كيف اختياري؟ يعني بعض الناس مثلا يأتي يريد أن يدخل إلى هذه القاعة، مثلا لها أربعة أبواب، أقرب باب له هذا ولكنه مغلق، لأن ماذا يفعل؟ أحد شيئين، إما أن يرجع، وإما أن يأتي إلى الباب الثاني أو الثالث أو الرابع، أو ينتظر حتى هو يفتح الباب أو يفتح له الباب. هذا الفريق الثاني من الناس أفضل وأحسن وأكمل من الفريق الأول، فباختياره يواجه المصاعب ويواجه الشدائد ويواجه ما يعرض له في طريقه أو في دربه إلى المعاني. من هذه الشدائد ما يعرض للنفس البشرية من تعب ونصب وكسل وفتور وملل، طبيعة البشر هكذا، الله عز وجل يعلم فينا هذا الطبع، ولذلك دائما ربنا عز وجل يرفع معنوياتنا. مثلا يا أيها الذين آمنوا نادينا بهذا النداء ثم يأمرنا بالأمر، هون علينا، خفف علينا. مثلا في الصيام قال كما كتب على الذين من قبلكم حتى يهون علينا، يهون علينا أكثر أيضا، يرغبنا بالجنة، أن هذا العمل ثمرته ومآله إلى جنات النعيم شيء عظيم، وبالتالي أن التعب والنصب هذا أحد الأمور. ثم الشرف الذي يمكن أن يحصل في معيشته وقد يكون فقيرا، مرارة الفقر التي يمكن أن تعرض له، وكذلك إذا كان في طلب العلم مثلا ما يعرض له من عدم وجود المصادر أو المراجع أو ما أشبه ذلك مما ممكن أن يعرض. ومنها أيضا الجهلة الذين يقفون في طريقه، أو العوارض، نعممها أكثر نقول العوارض، والعوارض نوعين، جهلة وقاصدون. مرة أخرى نعود إلى شخص يريد أن يأتي إلى هذه القاعة وهو في الطريق قابله اثنان، الأول يقول له إلى أين أنت ذاهب؟ يقول له إلى قاعة المحاضرة، يقول له المحاضرة ما في محاضرة، الجاهل فممكن يرجع. الآن الآخر المغرض ممكن يقول له لماذا تذهب إلى هذه المحاضرة، تضيع وقتك، يذهب إلى هناك يستمتع بوقتك إلى آخره. صاحب الهمة العالية لا يبالي بهؤلاء ولا بأولئك، لا بهذا الفريق ولا بهذا الفريق، إنما يبذل جهده وطاقته بل أكثر من ذلك، بدلا من أن يتأثر من هذين المسبقين يؤثر فيهما ويجعلهما يرافقانه في رحلته بدلا من أن يصداه عن أن يستمر في طريقه. سوء تصرف الأصحاب من الأمور التي تحصل مع الإنسان أحيانا، أنه يكون معه أصحاب ليسوا على هواه وليس على هواه، وبالتالي يصير في شحناء ويصير في بغضاء بينهم، فيتفرقون أو لا يتمون الطريق، بدلا من أن يساعد بعضهم بعضا على الارتقاء يساعد بعضهم بعضا على الانحطاط، وبالتالي هذه أيضا مصيبة كبرى. حقيقة يعني وقع في نفسي أن أجمع لكم مجموعة من الأمثلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوادث العلماء، وكل يعني تنفيذ كثير جدا جدا عن صور الشدائد التي لاقاها هؤلاء، ولكنها لم تقف عقبة في طريقهم ولا واحدة من هذه الشدائد، كلها تكسر، كلها تزال، كلها تتجاوز من قبل من؟ من قبل صاحب الهمة العالية. أهم شيء أن تبقى هذه الهمة كالجمرة متوقفة. نحن أحيانا نعاني من الفتور، وهنا مشكلة كبرى، إذا كنت أنا وأنتم فعلاً جمرة متوقدة وما يزال هذا التوقد فينا طول الوقت لا نبالي بكل الشدائد ونستسهل أصعب الصعب. اسمعوا الآيات التي في سورة الكهف عن نبي الله الكريم موسى الكريم، يريد أن يرافق شخصاً يعلمه، فهذا المعلم قبل ما يقابل المعلم ماذا قال لفتاة؟ لا أبرح، لا أتوقف، لا أتراجع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي إيه؟ يا سلام حقوبها.
والحقوق كم؟ اختلف العلماء، خليها 100 سنة، خليها 100 سنة. مين فينا عنده همة أن يستمر في الطلب وفي الرغبة وفي الإقبال 100 سنة؟ الهمة العالية الرائعة جدا عند نبي الله موسى، وهو من هو؟ وهو النبي الكريم، ومع ذلك بطول أو أمضي حقوبا. ثم لما قابله، لاحظوا كيف يعني أسلوبه الجميل جدا، لما قال له: هل أتبعك؟ هل أتبعك؟ تسمح لي أن أتبعك؟ قال له: لن تستطيع، روح روح، لا أريدك. ولو واحد مثلي يقول الحمد لله خلاص لا يريد بعود، ولكن نبي الله موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. حقيقة هذه القصة رائعة جدا من قصص احتمال الشدائد في طلب العلم. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، قائل يعني في فترة القيلولة بين الظهر والعصر، فأتوسد ردائي على بابه، رداءه اللي هي العباءة الزائدة أو الجاكيت أو كذا يضعه على الأرض ويتوسد ويجلس عليه، يسفر الريح علي من التراب. تعرفوا في الجزيرة في مكة والمدينة الحرارة المرتفعة عكسها تقريبا، احنا جينا هنا تجمدنا بتنمر هناك يعني الحر الشديد جدا، يسفي الرياح في وجهه التراب. قال: فيخرج الرجل فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، هلا ارسلت الي فانا اتيك؟ يعني هذا الرجل ابن عباس له مقامه وله قيمته وله منزلته لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل يقول له: قل لي انك تريدني فانا اتيك. فماذا يقول ابن عباس؟ يقول له: لا، أنا أحق أن آتيك. لماذا؟ لأني طالب، أنا المحتاج، أنت المحتاج إلي. انظروا إلى حبر الأمة لابن عباس، يعلمنا كيف يكون الأدب في طلب العلم، وكيف يكون الصبر واحتمال الشدائد من أجل طلب العلم. وقال ابن عباس: ولو أني قلت له اسمح لي أن يعني يترك الباب أو ما أشبه ذلك لأذن له. واحد من كبار علمائنا ابن الجوزي، هذا الرجل حقيقة في سيرته كثير من الحكايات والقصص التي تدل على البحث عن المعاني. مرة أخرى نرجع للهرم، ابن الجوزي من الناس الذين وصلوا إلى قمة الهرم وأمثاله. هؤلاء الأشخاص أحياناً أنا أصفهم بوصف بقول: هؤلاء سبقوا زمانهم، سبقوا عصرهم، تقدموا على أقرانهم كثيراً جداً. ابن الجوزي كان معجوبا، عجوبة في الذكاء، عجوبة في طريقة الوعظ والإرشاد والكلام واختيار الألفاظ التي يقولها، ولذلك كان الناس يزدحمون على مجلسه، إلى درجة أنه لما يذاع في بغداد يقال: اليوم بعد العصر في محاضرة لابن الجوزي. متى يأتي الناس؟ من الضحى، من الضحى إلى العصر في 6 ساعات تقريباً يأتي الناس من الضحى. الآن هؤلاء الذين يأتون من الضحى ليجلسوا في الصف الأول معظمهم راغبون في العلم، ولكن كان يكون في معهم واحد أو اثنين غير راغبين في العلم، راغبين في المال. ماذا يفعل؟ يجلس في الصف الأول. الآن تأتي الناس تتكاثر، لما يصير الناس في الصف العاشر تقريبا يوقف يقول: أنا أبيع مكاني ب10 دنانير، من يشتري؟ فيجد الكثيرين يجدون. لماذا؟ حريصون، يحبون، يرغبون، مقبلون. فيأتي واحد يشتري مكانه، يتجاوز الأشخاص، هذا اللي في الصف الأول يرجع العاشر، ما بيروح، في لسه في صفقة ثانية، يجلس في الصف العاشر. فالناس بتيجي بتتكاثر، بصير الصف 20 مثلا، فبيوقف، من يشتري هذا المكان ب10 دنانير؟ فيجد الكثيرين. الحريصون، الحريص لا يستكثر أي مبلغ أن ينفقه، هذا يريد الدنانير أخذها. أما ذاك فهو يريد العلم ويريد القرب من الإمام. في إحدى الروايات أن أحد طلبة العلم انكسر قلمه أثناء الدرس، ما معه القلم، فصار ينادي قال: من يبيع قلما بدينار؟ طبعا القلم إلى الآن لا يساوي دينار، إلى الآن الأقلام من الأشياء زهيدة السعر، ولكن طالب العلم هذا يريد أن يكسب الوقت، إذا أراد أن يخرج ليشتري قلم ويرجع قد ينتهي الدرس.
قال من يبيعني قلما بدينار؟ قال فتطايرت إليه الأقلام، كل واحد صار يريد أن يبيع قلمه. قال فكسب الوقت وخسر الدينار. نعود إلى ابن الجوزي، لما توفي ابن الجوزي جمعوا براية أقلامه، كان يبني الأقلام والبراية ما كان يكبها ويرميها، كان يحتفظ فيها. جمعت براية أقلامه فسخن فيها ماء غسل به فكفت وفضل منها، وفضل منها. في واحد من الناس اللي زاروا ابن الجوزي قال ذهبنا لزيارة ابن الجوزي، فجلسنا قليلا بعد المؤانسة اللي في البداية، أحوال الأخبار ووريو شلونك وكيفك إلخ، قالوا خلاص يلا انت خذ الأوراق هاي وقطعها، انت خذ انسخ لي هذه الملزمة، انت خذ راجع لي هذا الكتاب، انت خذ سمع معه مثلا هذه المسألة. فقالوا له ما هذا؟ قال هكذا هكذا ينبغي أن يكون، أريد أن أكسب وقتي وأريدكم أيضا أن تكسبوا وقتكم. فكسب وقته وكسبوا أيضا هم وقتهم. أبو جعفر الطبري الإمام الكبير محمد بن يزيد صاحب التفسير وصاحب التاريخ، هذا الرجل أيضا كان آية من الآيات في الهمة في طلب العلم وفي عزة النفس. في له قصة لطيفة حصلت معه في مصر، هو من بغداد ولكن رحل إلى مصر لطلب العلم، وكان معه 3 أشخاص رفقاء له كلهم اسمهم محمد، محمد بن جرير ومحمد بن خزيمة ونسيت الثانية، محمد بن ما تيسر. كويس، هؤلاء الأربعة في مصر في ليلة من الليالي أصابهم جوع شديد، نقود لا يوجد، نريد أن نتعشى يا جماعة، بحثوا في الغرفة كذا ما يوجد. قالوا لا بد أن يخرج أحدنا، وهي القصة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لا بد أن يخرج أحدنا ليسأل الناس. من يخرج؟ المحمدون الأربعة، محمد رقم واحد، تخرج؟ قال أعوذ بالله، أنا طالب علم، أنا إنسان كريم النفس، أنا إنسان لا يليق بي أن أمد يدي للناس، لا أخرج. طيب الثاني نفس الكلام، الثالث الرابع نفس الكلام، طيب وعزة النفس هذه بعدين لن تطعمنا خبزا؟ يا جماعة لازم واحد فينا يتنازل، من يتنازل؟ الدور مرة ثانية ولا واحد. حقيقة عزة النفس عند طلبة العلم وعند أهل الإيمان يجب أن تكون دائما في أعلى درجاتها، متجلية رائعة مزلزلة مجلجلة. قالوا إذا نعمل قرعة، عملوا قرعة، طلعت القرعة على محمد بن جرير. يا محمد بن جرير يلا حط الثوب على كتفك واطلع وأتنا بالمال. قال لهم لا، طبعا ثقيلة ثقيلة جدا على نفسه، قال لهم أمهلوني أصلي ركعتين، أمهلوني أصلي ركعتين. قال وهو في السجود طرق الباب مرة أخرى، القصة موثوقة. أنا بالمناسبة لا أحب أن أذكر القصص اللي فيها مبالغات وأبصر إيه، يعني أحيانا على الواتساب وغيره الناس بتداول قصص وبصير وحش طائر وبصير أبصر إيه، يعني مبالغات كثيرة يعني لا تليق، يعني عدم مؤاخذة استخفاف بعقول الناس أحيانا بتكون بشكل هائل. هذه قصة واقعية حصلت وما فيها مبالغة يعني بسيطة هي. فطرق الباب ففتح أحد المحمدين فقال الذي وقف على الباب، قال أنتم المحمدون الأربعة؟ قالوا نعم. قال خذ هذه صورة من المال. قال إن الحاكم أو الوالي على القاهرة له 3 ليالي يرى رؤيا تقول له، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له أدرك المحمدين. أربع محمدين وأربع بدايات. أدرك المحمدين فقد طووا قشحهم جوعا. لاحظ، أخذوا المال، خلص صلاة محمد بن جرير وقد كفي. طبعا أنا عندي يقين أنه ماذا كان يقول في سجوده؟ كان يقول يا رب اكفني، لا 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 يريد أن يفتضح، لا يريد أن يمد يده للناس وهو الذي سيعلمهم. كان أحد العلماء مرة لما مر موكب لأحد الملوك وكان جالس ومد رجله غير مبالي ولا ينظر إلى الحاكم أو غيره، بالنسبة له كأنه غير موجود. فالحاكم قال له من هذا؟ قال هذا العالم الكبير. قال طيب أريد أن أشتريه، خذوا صورة المال هذه أعطوا إياها، أريد أن أشتريه.
ذهبوا له بصورة المال، قال ممن؟ قالوا من الحاكم. قال قولوا لحاكمكم إن الذي يمد رجله لا يمد يده. موقف روعة جدا. إذا محمد بن جرير وجماعة لاحظوا كيف حقيقة شيء رائع جدا، عزة النفس، الهمة العالية، القوة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإصرار. محمد بن جرير شوف تفسيره إلى الآن، تفسيره من قبل أكثر من 1000 سنة وهو يعن في التاريخ، وهو عمدة عند كل المفسرين. وانظروا إلى أمثاله من كبار العلماء الآخرين الذين كانت لهم المواقف المشهودة الكثيرة جدا، سواء مواقف في طلب العلم أو في التبسط مع طلابهم والإحسان إليهم. أنا حقيقة قديما كنت قرأت في كتاب التبيان للإمام النووي، بيقول من أداب طالب العلم أن يحتمل جفاء شيخه. أنا حقيقة يعني تأملت في الجملة، طب ليه؟ هل يعني لازم كل شيخ يكون عنده جفاء؟ لا يليق، لا ينبغي أن يكون عنده جفاء. ولذلك أنا عددت عليها في إحدى النسخ، النسخة الخاصة، قلت أن يحتمل جفاء شيخه إن وجد، إن كان عنده جفاء. والأصل أن لا يكون، الأصل أن لا يكون. العلاقة فيما بيننا لازم تكون إيه؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم. كثير من المسلمين في هذه الأيام عكسوها، كثير من المسلمين في هذه الأيام للأسف عكسوها. إحنا الآن أشداء على أنفسنا، انظر إلى أحوال المسلمين هنا وهناك في أماكن كثيرة جدا للأسف. إذا أختم بأنه ينبغي على أهل الهمم الباحثين عن القمم أن يستعدوا وأن يأخذوا أهبتهم لهذا الأمر، وأن يعدوا له عدته ويبذلوا له كل طاقتهم. والسلام عليكم ورحمة الله. وصلي على